شايف انها مهمه اللي احنا لازم ننسق مع بعض. تمام؟ نطلب ايه وما نطلبش ايه؟ نتواعد. تمام؟ ندي اسبقيه اللي نطلبه يا اسبقيه ما نطلبوش. طب نقسمها علينا، طب انتوا تطلبوا دي من فلان الفلاني في الحته الفلانيه، وانا هطلب دي من فلان الفلاني في الحته الفلانيه. انا ده تخيلي لهذا الموضوع. لا صح كده، وقد يكون في احد المسؤولين انا افشل معاه. تمام؟ اقول لكم ايه؟ طب يلا بقى انتوا اتطرقوا عليه بقى، شدوا حيلكم كده معاه وايه؟ ودوسوا في الحته ديت معاه. وقد يكون واحد مثلا انا علاقتي بيه كويسه وبتاع، وهو هقدر اتصرف معاه واجيب منه حاجه وبتاع وكلام من ده، خلاص سيبوا انتوا خليكم في الحته دي. انا ده برضو احد الادوار اللي انا شايف ان هي ممكن نتعاون فيها ان شاء الله. برضه ممكن نتعاون في، وطبعا التأكيدة تبقى موجوده يعني، في ان حضرتك تقول لي نبض الشارع.